مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا بكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية. المواطن اللبناني دائما عنيد، المواطن اللبناني دائما بحب الحياة، المواطن اللبناني دائما سباق دائما للتغلب على الصعاب. واليوم الكل مدعو من هيئات سياسية، من فعاليات اقتصادية، فعاليات اجتماعية، هيئات مجتمع مدني للتعاضد والتكافل الاجتماعي لاجتياز هالمحنة، إن كان على صعيد وباء كورونا بالإضافة للوضع الاقتصادي والمعيش الضاغط على كل الناس بكل المناطق اللبنانية. وعم نشوف مبادرات مهمة بمختلف القرى والبلدات، على أمل إن شاء الله كل القرى والبلدات يعم فيها التعاضد الاجتماعي، لأنه فعلا في عائلات كتير أوضاع المعيشية كتير صعبة. مرايا شمال أطلالي دايما على القرى والبلدات والمناطق الشمالية، ودايما عادات وتقاليد ومواسم خير، بالإضافة لأبرز النشاطات عم تحصل بشمال لبنان. اليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا من برنامج مرايا الشمال. أرض عكار أرض الخيرات وأرض المواسم الزراعية، ودائما موسم بينتهي وبيستقبل موسم آخر. اليوم موسم العنب بسهل عكار وموسم قطاف العنب، الورش اليوم منتشرة بكل الحقول والبساتين بسهل عكار. والله يا أستاذ منذر اجتمعنا بهالصباح بكرمنا، يعني كل الناس حكيت بكرمنا. نعم نعم والله، تلفزيون لبنان أهلا وسهلا فيكم بكرمنا، شرفتونا يا أغلى الأحباب. هلا نحن بالنسبة لنا كمزارعين كل يوم عنا عيد لما بيكون رزقنا ناجح ويكون الجيبة مليانة وعم نقبض الشغيلة، بس للأسف الشديد بهالوضع اللي نحن فيه لا الرزق ناجح ولا الدولة عم تطلع فينا ولاك الشغيلة. خلينا نحكي بالأول إذا بدك من الناحية الإيجابية، إنه أنت بعدكم مستمرين بالأرض، حضرتك ضامن هي الأرض مش هيك؟ ضمان تدفع استئجار الأرض بالنهاية على الموسم مش هيك؟ اكيد ضامنها ضمان، انا بالنهايه مزارع، لو ملاك كنت بضمن لغيري ما بتعب، بس انا ضامن الارض ضمان، ومكلفتني اكثر من 45 مليون لو وصلت لهون. واليوم بالنسبه لانهيار العمله باتجاه الادويه واجار العمال والدنيا، اذا بنبيع كيلو العنب ب 5000 ليره ما بيوفي، عرفت كيف؟ الله يساعدنا ويساعد كل الناس، بس ارضنا ما بنتركها، نحن مواطنين ومزارعين وكاتحين، ارضنا ولا ممكن نتركها الا عدمنا. العنب سبحان الله بيعيش على الصخر، بيعيش وين ما زرعته، بارض خفيفه، بارض تقيله، بارض تراب بيضاء، بعل صقي بيعيش، لانه العنب ما بيحب المي كثير، يعني بالسنه كلها بتسقيه مرتين مي وبزياده، اذا بتسقيه كذا مره مي بيشلل ما عاد بيتحوش. كنت عم بتخبرني من شوي عن بعض العناقيد اللي هي ضاربته الشلل، يعني بمعنى شو؟ هذا بمعنى شايف بالنسبه للجو بيضربوا البرغش، بيضربوا النشا، بدك ترشوا. عم نشوف هون مثلا، هون هذا بسموه شلل، هذا ضعف مناعه، مثل الانسان بيكون عنده ضعف مناعه، بدك ترشوا بالمبيدات وبالسموم، بدك تحط له مغذي ومبيدات وسموم ودواء للبرغش ودواء للضريبي ودواء للفحه وكذا، بيجي كذا ضرب من الطقس. يعطيك العافيه. خبرني هيك قد ايه صار لك كمزارع هون بالسهل، وقد ايه صار لك بتهتم بهالارض؟ والله انا صار لي وقت اللي خلقت وانا بالارض، ما شفت غير الارض الحمد لله، وعم نجهد ونخبط نحن وهالارض، يا بنطلع روس بروس يا بنطلع على برا، الحمد لله رب العالمين. خبرني من شوي كنت عم بتقلي في معاناة، يعني انتم معاناة من الدولة، ما حدا عم يدعمنا، وعندنا الحمد لله 7 نواب هم عم يطلعوا فينا، بسم الله على قلبهم نايمين، ونحن عم نجهد ونقتل حولنا لنجيب الالف، والالف ما عم نلاقيه، لان طعم عائلتنا ما في الوف ولا في شيء بهالمنطقه، عندنا كله ما في حدا يطلع فينا. ولكن انا بلاحظ دائما بالورش رغم كل المعاناه ورغم كل الظروف الصعبه بعدكم عايشين حياه حلوه،
يعني دائما في جو كيف، في اذا بدك هيك الحياه المهضومه مع الورش، عايشين جو حلو مش هيك؟ عم تتغلبوا على الصعاب بالدعابه. يعني نحن عم نتغلب عليها، نحن ما عم نمد ايدنا للنائب او الوزير اللي اعطينا، لانه حدا عم يطلع فينا، نحن بكفاحنا وبجديتنا وبعاطفنا لبعضنا ومحبتنا لبعضنا عم نعطي كل شيء. اعطي عنب بالنسبه لك انت، اذا بدك تاكل عنب شو بتحب؟ شو نوعيه العنب؟ الكاردينال هو روس العنب، في عندك الفرنسي طلع الفرنسي هذا جديد، هلا هو صار روس العنب، بعدين بيجيك المقدوشه هذا العنقود، بتجيك هذه المقدوشه بتجيك بعدين بالاخير، بتاكل وبتنبسط، بس لا يكسر، اذا ما كسر وما نبيع الا الله. دائما مثل ما فهمت بتورقوا الورق هون ليتجي عليه الشمس تضرب. هلا هذا اذا ما ورقناه قمنا عن الورقه ما بيصفر، واذا ما صفر بتاخذوا على السوق من الصبح بتاخذوا العصر بتلاقيه ازرق ما بقى ينبيع معك، بيقول لك والله هذا ما نبيع، بتاخذه ب 1500، لك يا عمي انا بكلفني 2000 بالمشروع. جولة جديدة في أسواق مدينة طرابلس الداخلية القديمة بمبانيها التراثية المليئة بالحرف والصناعات التقليدية المشغولة بإبداع وأتقان. عم نلاحظ عندك طبول وإلى ما هنالك، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيب قلبي. يعني أنتوا عائلة كلكم هون معروفين بهالسوق، عائلة حرفية. صحيح صحيح صحيح. شو الأنواع اللي عندك حضرتك هون؟ نحاس، ألمنيوم، حديد، السلة، طبولة، جلودة، كل شيء. انت محلك مقصود، بيجوا بيتصوروا احيانا مش هيك سويع، بس اليوم بالايام يمكن الظروف تراجعت. صحيح، ما عاد في شغل، ما عاد في شيء، دولار نار والشغل كله مثل ما لك شايف السوق فاضي. يعني عم نشوف هون المواد، هون شو هذه المواد؟ جلود للطبل، هول الجلود للطبل. والخشب هذا مين بيعملوا بطاريه؟ كمان عندنا نحن. صحيح، يعني بتعمل الموضوع من طقطق لسلام عليكم. ابدا، من اوله لاخره. بعدنا موجودين بالسوق اليوم، الحاج فضل أسعد المنجد، المنجد العربي اللي بعدها الحرفة موجودة بطرابلس رغم كل الظروف. حاج فضل يعطيك العافية، بنعزمك شوي تشرف لعنا لهون. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أهلا أخي منذر. أول شيء بدي أحييك وإن شاء الله الله يطول بعمرك. كده صارك هون بالشارع؟ يعني هلأ أنا بالشارع 35-36 سنة. نعم. خبرني عن هالحرفة، هالمهنة، قديش تراجعت، بعدها مطلوبة، كيف ظروفك؟ والله المهنة هي بالنسبة تراجعت شو أكيد، تراجعت شي 75% يعني، بس هلا بالنسبة لغلاوة الدولار بإذن الله بترجع، لكن لأنه اليوم أقل فرشة تفنج، والله واحد بده فرشة أمريكاني بتحكي باتنين مليون، 2.5 مليون، أنا هون يعني أكبر فرشة صوف تاخذها ب400,000. ميشيل جابرييل، انت ابن المدينه. انا طبعا نحن من طرابلس وبنفتخر، وانا ربيان بكل هالمنطقه الحلوه الجيده، هيدي ازقه كنا نلعب فيها نحن وصغار وكبار. شعب طيب ممتاز ويرحب بالضيف، ما عنده الا خدمه الناس، للغريبه بيركض قبل القريب. منطقه كثير حلوه وجميله، وانا بدعي كل الناس ببيروت وبالجبل وبكل المناطق يجوا يزوروا احلى منطقه اثريه بتاريخ بكل لبنان. هذا احلى سوق واقدم سوق بالعالم. هذا السوق بيع يعني اذا ما في موظفين من فوق 2000 موظف، اليوم ما في ولا موظف، وثلاث ارباع المحلات صاحبينا تركينا، يعطينا لسوريين ياجروها، ما معهم يدفعوا اجاره ولا معهم ياكلوا، مكسورين كرميلهم لورا. تثبت عكار حضورها الفاعل على صعيد الانشطه السياحيه والرياضيه والبيئيه، وتستقطب المزيد من الناشطين البيئيين والرياضيين على كافه الاصعده تشجيعا للسياحه الداخليه والسياحه البيئيه، بما يسمح اكثر للتعرف على مميزات هذه المنطقه الغنيه جدا بثروه بيئيه وسياحيه. وفي هذا السياق استضاف فريق عكار أو الدور وفريق تاور أوف ليبانون الرائد في مجال مسار القدرة للدراجات الهوائية على مدى يومين متتاليين، مشاركين في ربوع عكار متعرفين إلى طبيعتها بميزاتها وغاباتها ومياهها وهوائها ومواقعها التراثية والأثرية وتقاليد عيش أبنائها. وقد شارك في تنسيق المشروع وتحديد مساره كل من الناشط البيئي رودريك زهر من فريق عكار أو الدور وبسام عماد من فريق تاور اوف ليبانون. نحن جروب بنعمل دائما بسكليت، نعمل رايدات ونعمل تورات نهارين للاربع ايام، نعمل بلبنان وبرات لبنان.
بقى كل مرة بنعمل منطقة محل بلبنان منطقة شكل. يعني من الأشياء اللي نعملها دائما كنا نعمل جنوب، نعمل نعمل برمة الأرز ونعمل برمة لبنان أو على طول سبتين. كنا نجي أمرار على الشمال عوادي النوبين وكذا. سنة حبينا نجي على خصوصي نعمل رايد بالقبيات، نجي على القبيات نام هون بالقبيات ونعمل برمة بعكار. ليش؟ لأنه عكار إجمالا منطقة مميزة، مميزة جدا ببيئتها، بعدها بيئة من أجمل الأحراش فيها، وبعدها بيئة ما فت للعمار بشكل مرعب يعني مثل كل المناطق، فبقى فيها أكبر غابات وأجمل غابات بلبنان. مشان هيك جينا نحب نعمل نشاط، وكان السنة نشاط مميز جدا. عملنا نهار هايكينج مارش مشي بالجبال، طلعنا على جبل أكروم محمية جبل شباط، واليوم عملنا برمة كتير طويلة، رحنا من القبيات على عند إيد جبل أكروم، ورجعنا رحنا على محمية جبل شباط، ونزلنا على عكار على شو اسمه مرج، هاي المرجة الأموعة عكار العتيقة بينه، نزلنا على النهر دير جنين ورجعنا هلأ على بيه. بقى كان نهارين مميزين جدا، وهون العالم كتير طيبين وحبوبين يعني صراحة مميزين يعني كتير. يعني عكار والقبيل كتير حلوين، بس بالزيارة الحلوة بيحلووا أكتر. يعني نحن كمان بدنا نشكر الشباب بالقبيات لأنه اهتموا فينا ورافقونا اليوم كل النهار ومبارح كمان بالهايكينج. مشوار مثل ما حكي زميلي بسام مختلف عن كل المناطق بلبنان، طبيعة المنطقة بتاخد العقل جميلة جدا بعدها فيرجن، ونحن كتير انبسطنا معكم وانبسطنا كتير هون بمشوارنا. اليوم عم نختم حلقتنا من برنامج مرايا شمال من سهل عكار، وتحديدا من موسم قطاف العنب، طبعا مواسم الخير بهالارض الطيبه بسهل عكار اللي دائما بتنتج الانتاج الجيد طبعا، وبيعم الاسواق بكل المناطق والقرى والبلدات اللبنانيه. اليوم وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج مرايا شمال، على امل جدد موعدنا ان شاء الله بالاسبوع القادم. كان معكم شمال لبنان منذر المرعبي، اما التصوير لأمير سليمان، والى اللقاء.